العملية السياسية الموجودة الآن في فترة النزاع أو ما بعد النزاع في فترة ما بعد الثورات هي عملية سياسية إقصائية، ولكن كما في تحديات في فرص، وهذه الفرص خلقتها أساساً اللحظة التاريخية الفارقة لثورات الربيع العربي اللي بالإنجليزية دائماً أقول خلقت فينا irreversible empowerment، تمكين لا عودة أو رجعة عنه. المشاركة طبعا هو دور لأي شخص يحلم ببناء دولة دستورية وتسودها مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وهذا حلمنا الذي خرجت من أجله في 17 فبراير من ثوار 17 فبراير، وهذا الحلم وهذا ما كان ينقصنا لمدة 42 سنة الماضية ولا زال ينقصنا إلى اليوم. العملية لست سهلة، فنحن اليوم نعاني حرب ونعاني يعني نوع من التشرد للمواطن الليبي في جميع أنحاء العالم، ولكن الحمد لله مع وسائل التواصل الاجتماعي هذا سنحت لنا الفرصة للتبادل الاستشارات، ويرجع لنا بعض أعضاء لجنة الدستور اللي هم أصدقاء لنا وفي المجال القانوني، فيرسلون لنا المسودة لنقوم بمراجعتها وانتقادها أو وبعض الأحيان خلاف حولها، والاختلاف في الآراء لا تفسد للود قضية بإذن الله. طبعا العراقيل كثيرة والمخاطر كثيرة الآن، ونحن في خضم حرب خاصة في مدينة بنغازي، فالحرب يعني قاسية جدا ومدمرة، فمما اضطر أغلبية المواطنين المدينة إلى النزوح خارج المدينة، ولذا التواصل خاصة مع لجنة الستين كانت صعبة جدا، ولا تكون إلا من خلال السفر أو من خلال كما قلت التواصل الاجتماعي. الكثير منا موجودين في قوائم الاغتيالات، وعدم وجود الانترنت أيضا ليس باستمرار مع انقطاع الكهرباء باستمرار على المدينة، فإن التواصل كان كثير صعب جدا، مع عدم وجود أيضا لدينا انتقادات على لجنة الستين بذاتها وطريقة عملها وعدم ترابطها مع بعض، حيث تقسمت إلى مجموعة لجان وكل لجنة تعمل على حدة، بينما نحن نرى أن يجب أن يكون هناك عمل جماعي ومناقشة مستمرة بين اللجان حتى يخرج الدستور في صورة متكاملة بصياغة صحيحة ورؤية كاملة للدستور، ولا تكون كل لجنة تعمل على حدة. فبالتالي نحن وتوصيل هذا الصوت لكل اللجان صعب، فأنا علاقتي مباشرة مع اللجنة الحقوقية التي حقوق الإنسان هي أكثر مجال عملي، ولكن أنا أعتقد أنه يجب ومن الضروري أن يكون العمل مترابط حتى يكون لدينا دستور برؤية حقيقية تواكب ما نحلم به وما يريده المواطن الليبي. المرأة تضيف أشياء كثيرة، فهي نصف المجتمع، فولها رؤية مختلفة عن رؤية الرجل، ولن يكون المجتمع كامل متكامل ويستطيع أن يبني إلا باجتماع الرؤيتين في رؤية واحدة في بوتقة واحدة متكاملة متعاونة، حتى نبني مجتمع قوي البنيان ورصين لمستقبل الأجيال القادمة من النساء ومن البنات والشباب، ليكون مجتمعنا لن ننتقل من مجتمع العنف والمجتمع الإفلات من العقاب والمجتمع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونبني مجتمع ركيزته مبدأ سيادة القانون واحترام الآخر واحترام وحبه لأخيه كما تحبه لنفسه، هو بناء وطن قوي منه نبني الأمة بإذن الله، ونستطيع أن يكون لنا دور في هذا المجتمع الدولي.